حديثنا اليوم موضوع الصبر. انت بتشوف قديش في ناس بتصل عنده مشاكل، اللي عنده مرض، اللي عنده فقر، اللي عنده دين، اللي عنده هم، اللي عنده مشكلة. هو طبيعة الحياة بهالشكل، هو هذه الحياة الدنيا، أن المؤمن لا يرتاح حتى يدخل الجنة. لا يمكن. ربنا بيقول في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، مش على. لو على بنزل، أنا على السيارة فبنزل منها، لكن قال لك في، يعني كل ما يحيط بك يحتاج إلى خصلة تكون متوفرة فيك. عارف شو هي؟ الصبر. الصبر. طيب لو اجيت قلت أنا لو عملت كذا ما بيصير كذا، لو عملت كذا كان ما صار كذا. طيب اسمع قول الله عز وجل، ربنا بيقول لك، بس هاي مش راح يحس فيها إلا المؤمن، إلا الإنسان اللي موكل أمره إلى الله عز وجل. ربنا بيقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي شغلة بتشوفها في الدنيا من مصيبة، أي شغلة أنت بتعتقد إنها مصيبة، هي مسجلة عند الله عز وجل قبل أن يبرأ السماوات والأرض. قبل أيام قالوا لقينا ديناصور، ولقينا مش عارف إيش، ولقينا كذا، ولقينا بكتيريا. قديش عمرها؟ قال 5 مليارات سنة. قديش؟ 5 مليارات سنة. طيب قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض اللي إحنا عرفنا منها مليارات، طيب هي عمليا قديش؟ أكثر من هيك. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. معناته لما الأخت قالت أنا ضربت السور وانهدم على ولد، مكتوب في خلق الله عز وجل إنه راح يصير كذا وكذا، وراح بالساعة الفلانية والسور الفلاني والولد الفلاني، ويتحير الأطباء ثم يبرأ بإذن الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، ومن قبل أن نوجد السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير. طيب يا رب لماذا كتبت؟ قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، مشان لما شغلة تروح عليك بتقول لو عملت هيك كان صار هيك. لا تأس على ما فاتك، ولا تفرح بما آتاك، ولا تفرحوا بما آتاكم، مشان لما ربنا يرزقك ربحة واللي يجيك مال ما تقول لأنه أنا شاطر، إنما أوتيته على علم عندي زي ما قال قارون، عشان ما تندم على اللي راحك ولا تفرح تبطر يعني باللي إجاك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. معناته المصائب اللي تشوفها بالدنيا مقدرة. أيوه مقدرة، مكتوبة من زمان، هي الآن بتظهر لكنها مكتوبة. عرفتوا ليش الناس الكبار بالعمر بيقولوا، والناس البسيطين على الفطرة بيقولك اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، لأن القضاء لا يرد، ولكن نسألك اللطف فيه. اللي احنا بندعي فيها الناس المتعلمين شو بيقولوا؟ والطف بنا فيما جرت به المقادير. هي نفس العبارة، نفس الدعوة. لو بالدنيا واحد ما عندهوش سلاح الصبر أنت عريان. لولا الصبر ما في إنسان يتعامل ولا يتعايش مع ألم ولا مع فقر، ولكن الصبر هو السلاح الذي أعطاه الله عز وجل للمؤمن. إجاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. حبيبه من أهل الدنيا، حبيبه يمكن زوجته، حبيبه يمكن زوجها، حبيبه يمكن جاره، حبيبه يمكن رفيق الصبا، حبيبه يمكن شيخه، حبيبه يمكن معلمه في الشغل، حبيبه. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. قال لك يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. لما يكون واحد أهل بلاء وثابت وصابر
ويقول الحمد لله. يوم القيامة بصير اللي كانوا معافين بالدنيا يقولك يا ريت كنت زيه في الدنيا. احنا نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. احنا صح بنقول يا رب إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، لكن هذول اللي ربنا ابتلاهم بفقر، ابتلاه بدين، ابتلاه بشيء من مصائب الدنيا، هذول اللي بقول لكم الصبر. الصبر هو سيفتح لك باب الفرج، الصبر هو الذي سيسجل لك جبال من الحسنات، الصبر هو الذي سيجعلك حبيب الرحمن. عمران بن الحصين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان به مرض، كان به مرض وكان شديد الصبر لدرجة أنه كان كلما تألم يقول لك الحمد يا رب، عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي. كان مبتلى بالمرض يقول له لك الحمد، عذب ما شئت يا حبيبي فلن عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي. كانت النتيجة أنه كان يرى الملائكة، كان يشوف الملائكة لكثرة ما كان يقول يا رب لك الحمد. إحنا الدنيا كلها يا أخوان إذا ما فيها صبر تفقد لذتها، ودائما أبدا لو كل الدنيا حلاوة وبقلاوة ومسهل الأمور ودائما نجاح ودائما فلوس ودائما صحة ودائما عافية ودائما 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 كان الإنسان بطغى. لكن ربنا بيعطيك شوية رشحة من هون، بيعطيك شوية ألم من هون، بيعطيك شوية تنغيصة من هون، بيعطيك شوية كذا من هون، عشان ترجع تقول يا ربي لك الحمد، عشان ترجع تقول يا ربي لك الحمد، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تشعر بطعم النعمة اللي انت عايش فيها. وبشر الصابرين، ربنا بيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لو عليك دين إلجأ إلى الله قبل ما تلجأ للناس، صح امشي واسعى وقول يا ناس مين يساعدني، لكن خلي تعلقك الأول مع الله. لو عندك مرض تعلقك مع الله، لو عندك هم تعلق مع الله، لو عندك مصيبة تعلق مع الله، لو عندك ضيق تعلق مع الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أي واحد أي شغلة تصيبك قول إنا لله وإليه راجعون، يا رب تأجرني في مصيبتي. حتى لو كانت مصيبتك عبارة عن عجل بنشر، لو المصيبة عجل ببنشر أقول لك أصبعك انقرط، أصبعك مقروط، قول إنا لله وإليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يصبر يصبره الله، يعني الخطوة الأولى منك بس ربنا بيعطيك الصبر، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. تعال لو الواحد معه مليار، لو أنا الآن بملك مليار وهذا سأل أعطيته وهذا سأل أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته، مش راح تلحق على الدنيا. ليش؟ لأن مديونية المملكة 27 مليار، منين أجيب؟ مش كشخص، كأي واحد بسمعني لو أنه كل إنسان أعطيته طلبه مش راح تلحق على البشر. طب كيف تساعد؟ الصبر، الصبر. أنت مالك دواء بالدنيا إلا الصبر، صبر على وظيفتك، صبر مرات على مرضك، وصبر مرات على ضعفك، وصبر مرات على زوجتك، وصبر مرات على زوجك، وصبر على ابنك، وصبر على جارك، وصبر على كل الدنيا. لكن يا أخواننا هذا كله لا يمنعك أنك تعيش بعض الحالات مع الله، تعيش لحظات تنسى فيها كل الدنيا، هذا جزء من الصبر. الصبر مش معناته السكوت على الألم على المرار، لا، الصبر معناته تطلع من الضياق الذي أنت من الضيق اللي أنت موجود فيه، تمسك مسبحتك
تصير تقول الله 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 الله، فقط تذكر الله باللفظ المجرد، تطلع من إطار الهم اللي أنت فيه وعيش مع الله عز وجل، والجأ إلى الله عز وجل. الصبر معناته تسعى لتطوير نفسك وقضاء دينك وشفاء مريضك، تسعى اسعى مع اللي أنت فيه، لكن بنفس الوقت بنفس الوقت إنك تعيش لحظات مع الخالق سبحانه وتعالى. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قديش صبروا، شوف أصحاب النبي قديش صبروا، اللي منهم انضرب واللي قتل واللي عذب واللي شرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اصبر فإن مع العسر يسرا، اصبر فإن الفرج قادم، وصبر وإجا الفرج. لكن الله عز وجل اختبر مدى إيمانهم ويقينهم وقدرتهم على نصرة هالدين. أنت اليوم مهما كان ظرفك اسأل نفسك سؤال، وين صبري أنا على اللي قاعد بصير؟ بدون صبر هيك إحنا مش ماكينات على فكرة بالدنيا، إحنا مش مكائن، مش حديد، مش معدن، إحنا بشر دم ولحم وعصب. والفلاحين عندنا بيقول لك بني آدم مي وطين، كل شيء بحره. يعني أنت تعال على بركة، قد ما تكون هالبركة كبيرة ارمي لك فيها حجر بتنحر المي. إحنا كلنا إحنا مي وطين، إحنا كلنا مي وطين. مرات كلمة بتحرك بتنكدك، يعني زعلة، مرضى، سيارة عطلت، مرات إشارة ضوئية وقفت عليك بتنحر أنت من جوا. لكن لما تخلي قاعدتك إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، خليها قاعدتك إنا لله وإنا إليه راجعون، والله تجد أن أبواب الدنيا تنفتح قدامك، تجد إنه ربي سبحانه وتعالى هو بيعطيك مدد من عنده، بيعطيك مدد. الآن في إخواننا مغتربين، خواتنا مغتربات، أي والله شوفت بلدك تسوى الدنيا وما فيها. الصبر، أجي أطلع على اللي هاجر على الحبشة، والأيام هاي في عنا تلفون وواتساب وفيسبوك ومليون طريقة اتصال. طب راحوا على الحبش 6 سنوات، 6 سنوات هم بالحبشة، والله ما في رسالة توصلهم ولا في كلمة توصلهم، وعايشين على الأمل. أتذكر هذول اللي صبروا، أتذكر أصحاب النبي اللي صبروا وهم يضربوا وتتطفى. هو هاي واحد اسمه أم أنمار، واحد اسمه أم أنمار كان عندها عبد اسمه الضحاك، أسلم وكان حداد، تيجي عليه على المحل تخلي بقية العبيد يربطوه، تخيلوا بالله عليك، يتربط وتمسك سياخ الحديد وتطفيهن على ظهره، تتخيل سياخ الحديد على ظهره يقول تش تش. ليش؟ لأنه قال ربي الله، عشان بيقول ربي الله، ما بدنا تقول ربي الله، ما في ربي الله. يتطفي سياخ الحديد بظهره، وتعال يا عبد يا مؤمن أخونا التصل معنا قبل شوي، بيقول أنا بقطع في الصلاة. أنت عارف الصلاة كيف وصلتك؟ أنت عارف كيف وصلتك؟ وصلتك على ظهر فلان وعلى عذاب فلان، وصلتك على 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 جسد فلان وعلى روح فلان وصلتك. وأنا أجتني يا عبد يا مؤمن اليوم الصلاة على طبق من ذهب. شوف الناس اللي ضحت، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه سال دمه وصار يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول كيف يهدي الله قوما، والله ما أنا أعرف كيف ربنا بده يهديكم، كيف يهدي الله قوما خضبوا وجه نبيهم بالدم. هو خايف عليهم، كيف الله بده يهديكم؟ أنا كنت أدعيكم بالهداية، شو ظل وجه عند ربي الآن أدعي لكم بالهداية وانتوا هيك عملتوا فيه؟ كأنه هيك النبي بيقول أنا ما خليتوليش وجه مع ربي، ما خليتوليش يعني منفذ عند الله أدعي لكم الهداية بعد ما عملتوا فيه هيك. يعني كأنه بيقول أنا مسامحكم كل إشي، بس توصل المرحلة وجهي تعبوا دم، طب ما بدي أقول يا رب كيف يهدي الله قوما خضبوا وجه نبيهم بالدم. وبعدين رفع يديه وقال اللهم اهدي قومي، شوف كيف تعذر عنهم، فإنهم لا يعلمون، والله يا رب هم فاهمين، يا رب سامحهم، يا رب اهديهم، ترى والله يا رب جاهلين هذول. زي ما يجي ولادي مثلا يعملوا مشكل مع جيرانهم
واجي عند جار أقول له يا ابن الحلال تراهم جهال، يا ابن الحلال تراهم والله ما بيعرفوا، والله يا ابن الحلال ما بيعرفوا إنه يعني إنه هذا غلط. أصير أدافع عن أولادي. شوف نبينا عليه الصلاة والسلام بيدافع عنهم بالمعركة. بالله عليك مر عليك أعظم من الأخلاق؟ كيف يهدي الله قوما خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ وبعد شوي يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يا ربي أنا مسامح، بس يا ربي سامحهم، والله يا ربي ما بيعرفوا قيمتي، والله يا ربي ما هم عارفين قيمتك. بتعذر عنهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. شو هذا؟ اسمه هذا الصبر، اسمه الصبر. طب الأذى وصلك يا رسول الله وبترجع آخر نهار شو بيقول؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا بعد ما اعتذروا له، بعد ما اعتذروا له، لأنه هذا اسمه عفو عند المقدرة، اسمه صبر، اسمه الصبر. دمهم سال، لحمهم، عظمهم، عصبهم، ويرجع يقول لك أنا مسامحكم. شو هذا اسمه؟ قال لك الصبر. الدنيا كلها إذا نزعت منها خصلة الصبر بتصير الدنيا عليك ضيقة، بتصير الدنيا عليك ضيقة. لو عندك أحلى القصور، أحلى الأموال، أحلى السيارات، أحلى الملابس، لو ما عندك صبر لا طعم للدنيا. ولو واحد فقير ومديون ومريض وربنا معطيه الصبر هو عايش في لذة. أنا اليوم حلقة اليوم دي أذكرك بالصبر. اصبروا وصابروا. اصبر يعني طلع اللي عندك، صابر يعني استجلب الصبر. شوف ربنا مش قالك يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لا، قالك اصبر وصابر. اصبر على يعني أنا عندي مثلا كيلو صبر، أنت عندك 5 كيلو، هذاك عند لو 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 الكيلو مقياس الصبر مثلا، أنا عندي طاقتي بالصبر 5 كيلو، غيري 7 كيلو. لكن ربنا شو بيقول لك؟ اصبر يعني عقد ما عندك صبر، وبعدين وبعد ما يخلص صبرك كمان جيب كمان صبر لتحلو بك الحياة. اصبروا وصابروا ورابطوا. ربنا بيقول لك اصبر وصابر، تواصوا بالحق. وإيش نتواصى؟ تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كمان نقول لبعض اصبر، معلش شد حيلك، خلي من نفسيتك عالية، خلي معنويتك عالية. هيصبروا وصابروا، معلش الفرج جاي. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيق على مؤمن. إن بعد العسر يسر، ومع العسر يسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما بعد الضيق غير الفرج. بدنا نحكيها، بدنا نغير اللحن الموجود والنغم الموجودة. الدنيا ضيقة، الدنيا سودة، البلد واقفة، الحسرة، المرض، الكآبة، ليش هيك؟ خلي كآبتك على حالك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو اللي خرب بيت الناس. قول الحمد لله، قول يا ربي لك الحمد. هينا قاعد بطلع من عمان، بروح على عجلون، بروح على إربد، بروح على الكرك، بروح على الطفيلة، الحمد لله ما واحد بوقفك على الطريق بقول لك افتح طبون سيارتك، ما في حدا، هي أمان الحمد لله. بودي ابني على المخبز بقول يا ابا هي ربع ليره، روح جيب لنا كيلتين خبز، بروح اجيب كيلتين خبز وبيجي خبز موجود، اكل موجود. فتطلع النعم عشان تقدر تصبر. بس في واحد عايش بعيشك بخزق ابره، شوف قديش خزق الابره بعيشك هناك، بخلي فرجيك الدنيا من خزق ابره، مش هيك الصح؟ في ناس بتلاقي وظيفته موجوده وسياره، كيف الله ابن الحلال، والله ما انا عارف منين نلقيها، خير مالك، والله بيقولوا في شارع بالمفرق محفر، شو بدك فيه يا اخي، شو بدك فيه؟ يعني بعيشك باوهام الدنيا كلها. اقسم بالله انا في قعدات بطلع منها سودة 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 عتمة، سودة عتمة. انا عارف بعد 5 سنين شو بده يصير، يا اخي انت ضامن حالك لبعد 5 سنين؟ والله ما انا عارف الليره بعد 5 سنين شو بده يصير فيه. الله جعلك لا تضلع بعد 5 سنين وليرتنا تضل زي ما هي. يعني بمعنى بيجيب لك احباط، بيجيب لك كآبة، بيجيب لك نكد، طول ما هو قاعد بنفخ، طول ما هو قاعد مصايب، قول طول ما هو قاعد مشاكل، لا ينظر إلى شيء من متع الحياة، لا ينظر إلى شيء من متع الحياة. ولو سألته قلت له متى آخر مرة وردة هيك وقفت قدام وردة، بقول لك يا أخي أنا فاضي، إحنا بلاقي الخبز نوكل عشان نوقف قدام الورد. مو لأنك يا محترم مش ملاقي خبز وقف قدام الوردة، لأن الورد بيغير نفسيتك. الزوجة لما تقعد في البيت يا زوجة، ولع لزوجك شمعتين ثلاث هيك، خليه يحس بأجواء. أما بروح مثلا زلمة، بعض النساء الله يهدينا يهديهم،
الأولاد هيك والفاتورة هيك والمعلم قال، بتحط ممكن في مشاكل الدين اللي عايش فيها، أجواء هيك شموع على شوية إضاءة على قاعدة حلوة على كاسة شاي على فنجان قهوة. الفكرة إنه الصبر اطلع من الإطار اللي أنت فيه، اطلع من جو المشاكل، لما تروح بيتك اطلع من جو المشاكل، اقعد مع مرتك ولادك، يا مرتي، يا حبيبتي، يا بنتي، يا ابوي، شو سويت، كيف، الان بنعمل، قعدنا كاسة شاي، هاتوا لنا صحن بزر، نطلع من الجو ورد هيك، قاعده رايقه على البلكونه برا، كاسة شاي. هذا هو الصبر. الصبر انك تطلع من الجو اللي انت فيه الى جو جديد. وعلى فكرة الناس بيقولوا انه انا بتحامل، لا، انا بركن على زوجي بالحكي هذا، انا بركن على زوجي، لان زوجي الله خلقك مشان تصنعي العاطفة، مشان تصنعي العاطفة، ما تقوليش عندي بلاوي اكثر منه. ربي سبحانه وتعالى يفرج عنا جميعا، وربي سبحانه وتعالى يصبر كل مبتلى وكل متضايق وكل واحد عنده حاجة. ربي سبحانه وتعالى أسأله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى ان يلبي لكم حوائجكم ويفرج همومنا اجمعين. قولوا امين.